جناح او جنايات واللي كت يعني كت المغرب عنده الحق باش انا يرفع دعاوى قضائيه او يطلب هذا أحضر اليوم يعني لتأطير دورة تكوينية بخصوص موضوع آليات أو دور القضاء في مناهضة في الوقاية من التعذيب، وتطرقنا إلى الموضوع في محورين. المحور الأول هو الإطار القانوني لجريمة التعذيب، وذكرنا يعني بمصادقة المغرب على الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب لسنة 1984، ورفع المغرب لتحفظاته بخصوص المادتين 20 و 21، وكذلك مصادقته على البروتوكول الاختياري ونصه في القانون يعني في القانون الجنائي بمقتضى تعديل القانون مقتضى قانون رقم 43/04 بخصوص تعديل مقتضيات القانون الجنائي، ونصه على جريمة التعذيب كجناية تبقى لمقتضيات المادة 231/1 إلى 231/8. بخصوص يعني جهود القضاء، فذكرنا بالإطار القانوني كذلك لهذه الجهود، والتي تستند أساسا بالنسبة لقضاة النيابة العامة على زيارة مخافر الشرطة ومخافر الدرك طبقا للمادة 45 من قانون مسطرة الجنائية، وزيارة السيد قاضي كذلك التحقيق لأماكن الإيداع وأماكن الاعتقال طبقا للمادة 54 من قانون مسطرة الجنائية، ومراقبة بالطبع السيد قاضي تطبيق العقوبات للمؤسسات السجنية طبقا لما نصت عليه المادة 596 و 616، ولا بد من التذكير يعني وتشيد يعني بالمجهودات المبذولة من طرف النيابة العامة، وذلك بإنشائها لدليل استرشادي لمناهضة التعذيب وتعميمه على قضاة النيابة العامة، ولا بد من التذكير كذلك من كلمة السيد رئيس المنتدب السابق الأستاذ فارس، الذي أكد على ضرورة إلمام القضاة بالاتفاقيات يعني التي تنص على مناهضة العنف والوقاية منه، والاطلاع على النصوص القانونية وتفعيل يعني مقتضيات القانون الجنائي للحد من هذه الجريمة وكذلك للوقاية منها. وشكرا. هذا المكتب اللي نظم هذه الدورة التكوينية بشراكة مع وزارة العدل، هذه الدورة التكوينية حول جهود القضاء لتفعيل الوقاية من التعذيب. هذه الدورة حضروا فيها ناس الأمن الوطني، الدرك الملكي، القضاء، سلك المحاماة، مندوبية الجهوية للسجون. الحمد لله الدورة التكوينية في البداية راه كتبان أنها ناجحة، الحمد لله ما عندناش أدنى شك أن المغرب بقيادة صاحب جلالة خطى واحد الخطوات كبيرة جدا في المجال الحقوقي، والمغرب خلق هذه الآلية. الحمد لله جاءوا ناس القضاء اللي كيأطروا الناس ديال مندوبية السجون والأمن الوطني والدرك الملكي. احنا كتحالف مدني حقوق الإنسان صراحة شهادة ليست للمجاملة، المغرب خطى واحد خطوات كبيرة للقطع تماما مع التعذيب، ما عدا شي أمور شادة اللي كتوقع في أي بلاد كيدخل فيها القضاء. الحمد لله احنا مع البلاد ديالنا بس تزيد للأمام وللأمام، نحافظوا على المكتسبات ونزيدوا الجديد، والحمد لله كنفتخروا بالبلاد ديالنا، وحنا مع صاحب جلالة في أي الأمور اللي تزيد بالبلاد ديالنا القدام. وشكرا.